خلال الغاز، يعني تعرف فين محطة البنزين وانت ماشي في اقرب مكان، لو قطع منك او انت مش عارف المكان اللي انت موجود فيه بسهولة جدا تعرف فين اقرب محطة تمون منها وتحط غاز مش بنزين. استاذ حمدي مساء الخير يا فندم. أخيرا أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بص أنا قبل ما رحب بحضرتك، أنا اللي أنا فهمته من الخبر إن ده أبليكيشن نزل جديد، صح كده ولا أنا بفتي؟ تمام يا فندم. تمام. طيب اشرح لنا بقى الأبليكيشن هيتم تفعيله من إمتى؟ نزلنا الأبليكيشن ده تجريبي من حوالي أسبوعين. أيوه. وعندما اطمأنينا على كل الفوائد اللي هتعود على المواطنين تم اليوم إطلاقه. نعم. فعليا بمعنى ان النهارده اشتغل رسمي بقى ان شاء الله. موجود حضرتك الابلكيشن ده موجود على الاندرويد تليفونات نفسها. نعم. يقدر ينزله من جوجل بلاي. بص ده حضرتك تدخلت مجرد ما تعملي حضرتك داونلود لي تعرفي المحطات اللي فيها استخدام الغاز كوقود فيها. يا جماعه كل اللي حول من بنزين لغاز يسمعنا ازاي نزل الابليكيشن ده لانه هيستفيد جدا. اتفضل. كل المحطات اللي بتشتغل فيها غاز كوقود يقدر يعرف قريب مسافه بينه وبينه قد ايه، يقدر يعرف الخدمات اللي تتم تقديمها في هذه المحطه. ودي حضرتك المحطات اللي موجوده دلوقتي. كل المحطات اللي بيتم تمريرها خلال الفتره اللي جايه دي كلها، لان احنا مستهدفين اعداد كبيره من المحطات عشان نقدر نوفر البنيه الاساسيه المطلوبه للمحول عربيته. كم واحد لغايه النهارده حول عربيته من بنزين لغاز يا فندم؟ ده احنا في دلوقتي اكثر من 300,000 عربيه. يعني العدد بيزيد ولا الناس بيزيد؟ مش مهتمه؟ بيزيد بزيادات كبيره جدا. المبادره بتاعت الرئيس طبعا عامله شغلة. عامله شغل جامد. هاي. سواء في التحويل او سواء في هيبقى في الاحلال. احنا عارفين طبعا المبادره بتنقسم الى قسمين، قسم اللي هو التحويل العادي اللي احنا شغالين بيه كنا على مدار سنوات طويله، بس طبعا نتيجه ان كان اسعار البنزين كانت قليله جدا متناسبه مع اسعار الغاز، فبالتالي كان في تشوهات سعريه، وبالتالي ما كانش في حافز اللي يخلي المواطن ان هو يقول لك انا اغير ليه طالما الفرق في السعر ما بين البنزين وما بين الغاز بسيط، فبالتالي يغير ليه. لكن دلوقتي عشان خاطر سعر البنزين تقريبا اكثر من 50% من سعر لتر البنزين، فبالتالي ده بيغري المواطن ان هو يغير عربيته ويبقى بالوقود المزدوج، لان طبعا العربيه بتبقى فيها البنزين وفيها الغاز، بمجرد ما بينتهي الغاز بيقلب بنزين العربيه اوتوماتيك على طول الى بنزين. هل احنا اشتغلنا على فكره زياده عدد محطات الغاز؟ ما هو حضرتك الابلكيشن ده عشان ده حضرتك ده البدايه. احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان المبادره دي احنا متوقعين اعداد كبيره جدا بيحولوا، فبالتالي انت كدوله وكقطاع بترول انت لازم توفر البنيه الاساسيه للمواطن. مش معقول ان هو يكون الراجل غير عربيته ويجي يدور بعد كده على الحطه ما يلاقيش طبعا، او يلاقي الاعداد قليله او يمشي فتره طبعاً طويله عشان يقدر يوصل. لا طبعا في خطه المهندس طارق الملا كان بيجتمع برؤساء شركات الغاز نفسهم والشركات والمسؤولين عن تنفيذ هذه الخطه. احنا طبعا مستهدفين ان احنا نوصل عدد المحطات حتى نهايه العام الى اكثر من 1000 محطه، دلوقتي حوالي 200 شويه. هايل. 10 محطه مستهدفين يبقى 1000 محطه. هايل. ده طبعا هي مع طبعا استمراريتنا خلال الفترات اللي جايه ايضا ان احنا نقدر نزود المحطات. احنا دلوقتي بنعمل محطات، يا اما محطات مستقله غاز طبيعي بس، او محطات اللي فيها وقود بنزين بندخل فيها خدمه الغاز. وتم خلال الفتره الاخيره افتتاح عدد كبير من المحطات، المهندس طارق افتتحها سواء كان في شرم الشيخ، سواء كان في الصعيد، سواء كان في هنا في وسط القاهره. وطبعا بنزود كمان مراكز التحويل بتاعت العربيات اللي عشان نقدر نحول. نعم تمام. سؤالي لحضرتك فندم، انا هسالك السؤال معلش ما تزعلش مني، بس انا مش عارفه اصل صريحه انت عارف ما اعرفش الموضوع تبعك ولا لا، ما اعرفش الموضوع تبعك ولا لا استاذ حمدي. ان القانون او مش القانون، القرار الخاص بانه الاحلال عند 55 سنه فقط. لا الاحلال الناس بتطالب
القرار الخاص بانه اللي عايز يعمل احلال لمساله العربيات، انا هنا بتكلم بشكل عام بقى بما فيها حتى مساله العربيات والتغيير العربيه والسنين وكده و و و ما اعرفش ده تبعك ولا لا، محتاجين لا انه ننظر للموضوع للناس اللي فوق 55 سنه، نشوف اليه ما علشان نشجعهم على عمليه الاحلال. ده مش تبعنا، مش تبعنا. قلت لحضرتك ان الجدره بتنقسم قسمين، الاحلال اللي هو بياخد عربيات قديمه وبعد كده ياخد عربيه جديده هايله بهذا الموضوع، لكن التفاصيل حضرتك بتقول عليها دي يعني ما عندكش المشكله دي، ما عندكش حل للمشكله دي، بس انا هفضل وراه واشوف الحل فين. بشكرك يا فندم، اشكرك استاذ حمدي عبد العزيز، بشكرك.